برنامج على أساس تداول بالذكاء الاصطناعي تأبي فلوس، هاي إعادة شحن، تأبي المبلغ اللي تريده، فليكن ورقة ورقتين 3 أوراق 10 أوراق، وينطيك ربح يوميا بمجرد بس تفوت تضغط على الضغطة 5 مرات هو راح يحمل وينطيك ربح يومي. قبل ما أخلص الضغطات هاي مثلا منطينها اليوم 3.5 دولار، ويخليك تندفع على أن تضيف أعضاء، كل ما تضيف أعضاء جواتك كل ما يجيك ربح أكثر. فجأة بيوم وليلة وتفوت على البرنامج تسحب فلوس. موقف من الخميس، من يوم الخميس إلى حد الآن. أكو كثير راحوا بنصب بهالحالة. أنا أعرف للشدتين أشخاص أعرفهم معرفة شخصية. والله نطالب أن يكون أكو مراقبة على هاي السوالف أو حظر لهي التطبيقات عندنا بالعراق، منه الناس ما تقدر تنزلها أحسن، لأن العالم راحت صراحة أنه فلوس، أكو ناس باعت ذهب، وأكو ناس باعت سيارة، وأكو ناس باعت أملاك في سبيل أنه تخلي فلوس وتزايد بهذا البرنامج. والله مبدئيا هذه تبدي بشغلة واحدة اللي هي طمع، طمع وقلة خبرة وفلوس كثيرة. يعني أول وتالي فلوس كثيرة، اللي لو فلوس ما موجودة بهالكثرة هذه ما يفوتون بهالمجالات هذه، يدورون استثمار حتى يزيدوها بشغلات ما مضمونة. وهذا أسلوب بدأ من يمكن من السبعينات اللي هو يسمونه النصبة النيجيرية، إنه يبعث لك رسالة إنه أنا كذا كذا أكو ورث، أكو ذهب، أكو صيغة معينة تدفع هالقد مبلغ حتى نتشارك بأرباح مهولة. الناس تعرف ما كله بنفس المستوى من الوعي ومن الدراسة ومن المعرفة يصدق، مثل ما أسأل الناس اللي مثلا ما يأخذين الفيسبوك رأس مال، أي خبر أي كذا بالفيسبوك يقول لك هذا هو. برنامج هذا عبارة عن شبكة مافيا، مافيا مرتب أموره بحيث لا يتبع موقعهم ولا يتبع الايبيات مالهم ولا عنوان. موضوع هو انه بينوا شغلة هكر وما هكر يرتبون أموره بحيث ما يتبعون. بس لازم اكو توعيه انه ما كل شيء تسمعه انت بالنت صحيح، 90% من النت كذب. يعني هاي اللي يسموها مجتمعات منظمات المجتمع المدني تعمل دورات، تعمل توعيه للناس حتى تعرف شلون تتعامل مع هكذا مواقع. هسه هاي تنام السالفه اسبوعين ثلاثه شهر شهرين تنسي، يطلع اسلوب جديد. وتعرف انت على مستوى بلد 20 مليون 30 مليون 40 مليون بينه نص يجوز يقتنع بهاي السالفه. هذا برنامج اسمه ايريس بيس، ينزلون مثلا ورقتين وبعدها يجي مرباح على اساس دولارين او 3 دولارات، واللي ينزل 4 ورق يجي مثلا 4 دولارات، والعالم كله نزلت فلوس بهذا البرنامج. وتفاجات العالم انه هذا البرنامج طلع نصب واحتيال شبكه، نصبوا على العالم تقريبا العراق كله، ما بس الموصل دخلت بهذا البرنامج، نزلوا فلوسهم وانقفل البرنامج اصلا، وما بعد يقدرون يسحبون دينار احمر. فقسم من المواطنين خسروا تقريبا شدتين وشده وثلاثه، يعني فلوسهم كلها راحت بهذا البرنامج. يا ريت لو الحكومه تعوض هاي الناس او تشوف هاي البرنامج شنو وضعيته وشلون صار، لازم تحقيق بالموضوع، متابعه مثل هكذا برامج حتى العالم والمواطن لا يقع بهالشكل نصب واحتيال. مصدره منين؟ شنو هذا الموضوع؟ هذا برنامج مثل التسويق الهرمي، انه تعال انت انطيني فلوس اشغلك وياه بالتداول واعطيك ارباح، لكن الارباح اللي انطايا ارباح مثل ما نقول هائله، انه مبينه ان الشغله نصبه. فمن اني اسحبك انطيك بالبدايه استدرجك مره مرتين ثلاثه انطيك الارباح، بعدها اوقف الارباح اقول لك اذا تريد ارباح جيب لي بعد مشتركين على مود ارجع انطيك الارباح. فبهذا مثل التسويق الهرمي، انه واحد معتمد على واحد. انقفل البرنامج واللي فلوسهم مخليين بالبرنامج راحوا كلتهم. هي بس محافظه الموصل راح منها تقريبا مليار، محافظه نينوى قضاء الموصل، يعني راح منها مبالغ طائله. لان يعني انا اعرف جماعه من يمي اللي هم ربعي كانوا يشتغلون ايضا بشغله التداول، وايضا عندهم جروبات على التليجرام وشغله منظمه، وتعرف ايمت انت تشتري وتعرف ايمت انت تبيع، لكن بنفس الوقت انه هذه كلها فجاه بح ما ظل كل احد. نحن والله احنا نفضل الشباب اهل المدارس
بالعطل يجون يشترون كتب يتواحون عليها. عندنا التنمية البشرية، عندنا قصص، عندنا كتب دينية حلوة تثقفهم أحسن من هاي البرامج اللي يعني اللي ما ترشدهم على الشيء زين، ويخسرون فلوس. وإحنا عندنا طلاب الجامعة يعطلون أو يخلصون امتحاناتهم يجون يشترون كتب، خاصة الشباب يعني بسن المتوسطة والإعدادية، نفرح كبنين وكشباب يجون يشترون. نحن نشوف هذا أفضل، أفضل حتى من استخدام الموبايل على شيء زين يستخدموه على شيء زين، والشيء ما زين يبتعدون عنه. يعني أنصح عوائلهم أن يوجههم على شيء زين. يعني هسه نحن نبيع الكتب، يعني عليها مراقبات وعليها حقوق.